السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشكل ديال العقم، مشكل ديال الولادة، مشكل كبير. فالنساء الان عندهم نظام هرموني يعني مشتعل، نظام هرموني قوي جدا، ولذلك الغدة الدرقية هشة. النساء عندهم الشحوم اكثر من اللحوم في الجسم ديالهم. نعم. ملي كيكونوا الشحوم اكثر كيكون الكوليسترول. هادشي علاش النساء الان كيعملوا كوليسترول كيحسوا بالعياء اكثر من الرجال. نعم. فكتخلي المشكل الفيزيولوجي عند النساء كيخلي هذه الغده الدرقيه كتوقف على العمل ديالها بسبب الكابحات وبسبب المكونات الكيماويه، الالومنيوم والبلاستيك وحمض الاوميغا 6 والشحوم والكوليسترول، هذه كلها اشياء تؤثر على الغده الدرقيه. دكتور، غادي نكملوا هذه النقطه هذه، ولكن غادي نستقبلوا مكالمه تشير لايمان. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الاسم الكريم. مساء الخير. مساء الخير. دايره اخت لطيفه. دكتور سعيد، شكرا على إزالة الموضوع. عندما يصاب المريض او المريضه بمرض الغده الدرقيه، عندما نتوجه، هل هناك اختصاصيون بالغده الصماء؟ وممكن ان تحدثنا عن انواع تضخم امراض الغده الدرقيه وافرازات الغده الباطنيه. كذلك هل السمنه والافراط في الاكل اهم بروز افرازات الغده الباطنيه، ام عدم اكتمال نشاط الغده وعجزها يتلخص في تشحم فصيصات ونسيج هذه الغدة؟ ثم ما هي أهم العلاجات؟ هل صحيح الجراحة أهم علاج، أم هناك دواء أو حمية، أم هناك علاجات أخرى؟ وشكرا. شكرا لك سيدة فاطمة البيضاء. سؤال مهم جدا، والأسئلة مهمة جدا في البرنامج، لأنها تذكرنا بأشياء لربما غابت عنا فعلا. النسيان وارد والسهو وارد، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، ونحن نعترف بأن الإنسان خلقه الله على هذه الحال. أكيد. إنسان يقول لك أنا ما ننساش ولا ما نغلطش، ولا حتى الناس اللي حافظين القرآن وكبار القراء القرآن، لا بدي غلط ولا بدي نسى ولا بدي نسى. نعم نعم، يبقى الإنسان إنسان، وإلا طبيعة الإنسان هكذا. يعني وشو صاحب هذا الفتى اللي كان غادي مع سيدنا موسى؟ قال إني نسيت الحوت، أرأيت إذا وينا إلى الصخرة إني نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان، وتتهم الشيطان يعني مباشرة. ولكن نسيان عليه، كيف بحال هذاك سيدنا يوسف من اللي طلب من هذاك يخبر الملك بأنه راه في السجن، يعني منسى، ما قالهاش ليه، يعني فلبث في السجن بضع سنين، ما قالش له هذا، من سابقه تما منسي في السجن. ولذلك الانسان ما خصوش يخرج على الطبيعه ديالو، كما قلت انا تكلمنا قبل قليل عن ان المراه عندها طبيعتها، ما خصهاش تخرج عليها، الا خرجت لا تصاب بالامراض فقط. انا اقول فقط اذا خرجت على طبيعتها تصاب بسرطان، تصاب بالغده الدرقيه، تصاب بالامراض المناعيه في الديب الحمامي، تساقط الشعب، الانيميا، هشاشه العظام، تصاب بكل شيء. إذا خرجت المرأة عن طبيعتها، وطبيعتها هي أن تقلل من الأكل وتحرك، وهي أن تحاول ما تعملش الأعمال اللي كيكون فيهم ستريس، كيكون فيهم لأن الآن السرطان متهم 50% من الحالة النفسية. أكيد. لأن كاين نساء عندهم نص النظام الغذائي ولكن ما عندهم السرطان، ولكن النساء عندهم زايدين الحالة النفسية والتوتر العصبي زايد على هذه الحالة باش يكون جسمنا. معنى الحالة النفسية، الحالة النفسية هي الهرمونات. عندك هرمون الادرينالين يطلع، الاسيتيل كولين ما كيتنتج حتى 3 دقائق 5 دقائق باش يعني يزول هذاك الادرينالين. الادرينالين تتقاطع وتضرب جميع الهرمونات الاخرى، النظام الاندروكليني واخطر هرمون في الجسم هو الادرينالين. الادرينالين تخلي الانسولين تنتج بكثره، تفرز بكثره كي تستنفذ السكر الكبد، كيولي عندنا مشكل، كيولي بيننا وبين السكري شعره. ثم الهرمونات الاخرى مثل هرمون الحليب يتوقف، المراه الا تخلعت ولا تقلقت بزاف ما بقاش عندها حليب. حتى الدورة الشهرية ممكن المرأة تجيها قبل الوقت إلا أصيبت مثلا بفزع ولا حاجة يعني نفسية تكون اختلال صعيبة. نعم أكيد. هذا فهذا دليل، يعني الأخت الآن تتسأل عن إلى أين نذهب. نعم، هناك أطباء اختصاصيين في الأندوكرينو. نعم. وكاين حتى الطب العام، اطباء الطب العام راهم يعني جد كافيين باش يعرفوا هذه الاعراض هذه. ثم الملف الطبي لابد منه، يعني هذا مع الاسف الشديد بعض المرات السكانر الى دار 3 مرات ولا 4 في السنه كيزيد، ما خصش الناس يكثروا من هذا الايماجوري، يعني هذا التصوير ديال الاعضاء ما يكثروش منه، وتعمل اي ار ام ولا حاجه هكا ولا سكانر باش تعرف ايكوغرافي ولا شي حاجه عليين. المعدات الحمد لله ولات كاينه موجوده، ولكن ملي المراه تعرف ما خصهاش تخلع وتفزع يعني وصافي وتسد الدنيا امامها. هنا خصها اولا اذا كانت مؤمنه تعرف راه الاجل ديالها مقدر عند الله، هذه هي الاولى. اكيد.
تعرف أجل، ولكن في نفس الوقت تعرف لأننا مأمورين بالعلاج. أن الصحة أمانة، علاج لازم تأخذه. إذا كان ليس هناك علاج ما ترقعش فقط، هذه النصيحة الصابئة، مش حيت ما كانش علاج نعطيوك هذه وهذه وهذه، لا، إذا ما كانش علاج يقلب الشخص على رأسه. نعم، ذكرت سيدة فاطمة هل الحل هو الجراحة، غير بعد من, نعم. من من الأعشاب، لأن هذا النظام الأندوكريني يتعارض مع الأعشاب اللي عنده أمراض هرمونية. الأعشاب ما تقضيش إلا الهرمونات عند النساء ديال الدورة الشهرية، كاين الفيتوستروجينات الموجودة في الطبيعة، هذه ممكن تسوي لهم شوية الهرمونات، ولكن إلا ما قطعوش اللحوم ما تعمل لهم والو هذا الفيتوستروج، حتى ولو الطبيب عطاهم بروجستيرون، إلا ما قطعوش اللحوم ما يقضيش لهم الدواء. يعني خاصهم يقطعوا أولا الكوليسترول، قطعوا اللحوم. كل اللحوم، الدجاج، بيبي، غنمي، بقري، معزي، باش نوضح لنا، والاجبان، قطعوا اللحوم والاجبان، والألبان، حيدوا الكوليسترول، ثم يتناولوا دواء، يكون دواء طبيب، ولا يكون هذا ماشي، ولكن بدون ان نقطع ان الكوليسترول اللي كيحبس جميع العلاجات. طبعا العلاجات كتكون ناقصه، كتكون 10% 20%. ثم الجراحه هي الحل الانسب، لا، هناك حالات خص تكون فيها الجراحه، هناك حالات الطبيب كيعملها تحت المراقبه، كيعمل التصويره والتحليله وكيخلي ذاك الشخص تحت المراقبه لمده سنه وسنتين، الى هذوك الاورام ما زادوش. هذه نتكلم على الاورام ماشي الكواتر، اما الكواتر ممكن الشخص ما يعمل جراحه، لكن على الكواتر ناس عاشوا بالكواتر، ناس يعيشوا بالكواتر ماشي مشكل، غير ما خصوش يكون تضخم كبير ثاني ويعطي واحد فيزيولوجيا في جسم اثر عليه، لكن غير كواتر عادي ممكن الناس يعيشوا به. ثم لان علاش؟ لان بعض المرات الجراحه كتعطي مضاعفات اكثر من الشخص اللي بقى بهذيك الغرفه، لان الاجسام ماشي بحال، كاين جسم غادي يتحمل الجراحه، كاين جسم ما يتحملش الجراحه، والجراحه الا كان غادي يحيد الكواتر، لان ماش ما لا علاش غادي. فهنا كنفرقوا ما بين الكواتر وما بين ليبرتيرويدي اللي عنده ولاسس، اللي عنده تورمات صغيره سرطانيه على مستوى الغده الدرقيه. هذه باش نفسروا للناس احسن، الناس اللي عندهم الكواتر مش ملزمين بالعمليه الجراحيه، ولكن الا بغاو يعملوا عمليه جراحيه يعملوا، غير خصهم يعرفوا بان ملا عملوا عمليه جراحيه راه غادي يبقاو ياخذوا هذاك الهرمون طول حياتهم. نعم، هذا هو المشكل. نعم، المستمعين الله يجازيهم بخير، اللي محيدين الغده الدرقيه وعاطيهم الطبيب هذاك الهرمون لاتيروكسين، ما يبقاوش يسولوا على العلاج. صافي، قضى الله امره، ما يبقاوش يسالوا على العلاج. ليس هناك علاج، ما يبقاوش يسولوا، لان الغده الدرقيه زولوا، صافي، ما يبقاوش يزيدوا. الناس اللي مازال عندهم الغده الدرقيه امتنعوا على الاوميغا 6، يحيدوا بعدا الشحوم وزيت المائده، ويحيدوا المسائل الصناعيه، وما يطيبوش في الالومنيوم، ويحيدوا البلاستيك، لان البلاستيك كيهيج النظام الاندوكريني، بدات الغده الدرقيه الان في العالم، لان العالم كيعيش في البلاستيك، يحيدوا من الميكا من البلاستيك. ثم الطبخ ديالهم يكون بزيت الزيتون، ويتناولوا سمك في مكان اللحوم، ويرجع المسألة الطبيعية، ويبقاو تحت المراقبة إلى ظهر الحالة ديالهم على أن التحليلة جيدة، عندهم يعني تيروكسين كافية في الدم، وعندهم تيساش منخفضة، وما كيحسوش بعياء، ولا صحتهم جيدة، وهذوك الأورام واقفة، ينتظروا، ما يتسرعوش في العملية، ما يتسرعوش، لأن لحيدوا الغدة غادي يبداو ياخذوا هذاك الهرمون طول حياتهم. أنا كنقول غير ما يتسرعوش، ان هذه انا دائما كنقول الناس كيديروا كيقولوا العكس ما اقوله انا، كيقول لك خصك تسرع ليعود داك المرض. كاين حالات اللي لا تريتوا وانتظروا، ماشي غادي ينتظر 20 عام، ولكن ينتظر واحد الفتره يشوف المرض واش واقف ولا كيزيد. يعني الطبيب الان راه كيعطي واحد الفتره باش يشوف الورم حتى على مستوى عضو اخر، ولكن في حاله الغده الدرقيه الاورام ما كتزيدش بسرعه، والاورام ديال الغده الدرقيه ما كتنتشرش في الجسم بسرعه، هي تنت ولكن ليست بسرعه، ربما بعد 25 و30 سنه، ولكن ليست بسرعه. هنا الناس يعرفوا هذه القضيه دي، كاينين عندنا اشخاص ما عارفينش بعدا عندهم الغده الدرقيه. انا شخصيا كنعرف اشخاص عندهم تورمات صغيره في الغده الدرقيه عندهم 16 سنه ما تحركش، راهم عايشين بها، وعلي النعمه ديالهم اللي نعم عليهم الله، انهم ما عرفوش وعندهم تحليله جيده، عندهم 2.5 في تيروكسين.